فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. وصلنا لاخر موعد الرياضة، اخر جزء من الحصة نتاعنا اليوم. بعد مقابلة البارح بين جي اس كا والاسبيرونس فوز نادي بسرقة 3-0، بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي داولت خبر حول قيام جي اس كا باحتراز على مهاجم الترجي نسيم بن خليفة. قالوا انه الترجي لعب بعدد من لاعبيه اجانب زايدين، نعرفوا الناس الكل نسيم بن خليفه عنده زوج جنسيات تونسيه وكذلك سويسريه، على الاساس هذا تم الاحتراز. مزيد من التفاصيل على الموضوع هذا باش ناخذوها من عند مراسلنا في القاهره وين عم جديد جبيلي. مجده، شنو الصحيح من الغلط؟ مرحبا بك ساعه سام، تحيه لي لكل الساده المستمعين. وفي الحقيقه يعني تفنيدا للاخبار اللي صارت البوليميك يعني صار كبير في الفيسبوك من البارح لليوم، اتصلت بالرئيس الهيئه التسييريه الاستاذ مراد القداح، حبيت نستفسر من الحكايه شنية اسكي بالحق الشبيبه قدمت احتراز فني في الغرف، فاكد لي وانه الخبر هذا لا اساس له من الصحه والشبيبه ما قدمتش احتراز، وبالتالي الخبر هذا ما فهمش منه بطبيعه الحال. ورسميا رئيس الشبيبه ينفي الخبر هذا نفيا قطعيا. مجد ظهر لي حسب اللي نعرفه وانا شكوا هما في الموضوع نتاع اسكو عنده ولا لا، بعد ظهر لي عملوا فيريفيكاسيون تاكدوا لي نسيم بن خليفه تحصل على الجنسيه التونسيه. هو في الحقيقه سام خليني نحكيك، يعني هو كنت البارح حاضر في المباراه. الحقيقه انا المعلومه هذه اصلا انا ما سمعتهاش حتى دخلت حجره الملابس، قعدت في وهذا الحقيقه وهذا غريب نورمال خاطر ما يفوتك شيء في العالم. انا ما سمعتوش للامانه، نحكي على روحي انا. فحبينا نتاكد ونحمل الخبر من رئيس الشبيبه اللي بدوره انفاق ما فماش منه الخبر اصلا، يعني ما وقعش حتى مجرد التفكير فيه. لكن في المقابل سام خليني نقول لكم يعني حتى خبر حصري ما زلت خذيته تو من بعض مسؤولي الشبيبه، وانه حتى المباراه نتاع الشبيبه والترجي اثمرت معناتها دعم مالي من رئيس النادي شخصيا يعني حمدي المدب باش يقدم مساعده ماديه للفريق الشبيبه الذي في القيرونيه في شكل يعني اشهار تعرف الشركات، وانه في العاده مستانس الدعم في الشبيبه، لكن الفريق رئيس الترجي حمدي المدب وعد فريق الشبيبه نكون من الغدوه توصل منحة مالية. قديش؟ الحقيقة المبلغ القيمة نتاع المبلغ ما نعرفش قديش، لكن مبلغ محترم يقولوا انه مبلغ محترم باش تحصل عليه الشبيبة من حمدي المدب. مع ذلك بالإضافة لذلك ثم زوز من لاعبية من فريق الترجي الذي التونسي ممكن من هنا الغدوة باش يمضيوا للفريق الشبيبة، واحد مدافع والزوز مدافعين يظهر على كل هم الاسماء نتاع زوز معبيه الحقيقه مازالوا من تم تكتم كبير هو عليهم. هو نعش باحتراز نسوق المعلومه الملاعبين الموجودين على ليست نتاع الديبوا في ترجي الاعاره من لاعبيه شبان بدر المولي بدر المولي ومنتصر تريكي نورمالمون يكونوا هذم، خاطر هذم اللي في ستاف موجودين في الايفكتيف وموجودين قابلين معناتها محطوطين على الاعاره. معناها هو الاسم الصحيح اقرب واحد هو بدر المولي، هذايا يلعب اكسونتري يلعب في اللاكس يلعب اكسونتري في الفريق الشبيبه اللي تقريبا مش يجي اعاره بالفريق الشبيبه، وقد يكون معاهم لاعب اخر قد يكون زياد بريمه، ما عرفش زياد بريمه اسك امضى الاولمبي البيجي، يظهر لي ما امضاش الاولمبي البيجي. لا الى حد الان لا، اللاعب موجود مع المنتخب هو في موريتانيا الى حد الان. يقولوا لي وانه ممكن زياد بريمي قد يكون مع فريق الشبيبه هو والملهي في قادم الايام، هذا هما زوز بطبيعه الحال في اطار الاعاره بالنسبه للملهي، هذا هما زوز اخبار بالعكس يعني شفت كنا نحكيه على احتراز فني. هاي. لا مهم بالطبيعه ما يفوتك شيء يا ما شاء الله. الفاء هذاك علاش انا حبيت انا نحرص باش نعطي المعلومه الصحيحه بطبيعه الحال، خاطر تعرف المعلومات والاخبار في الفيسبوك ماهيش كلها 100% صحيحه، فحبيت انا نعطي المعلومه الصحيحه، تاكدت من مصدرها من رئيس الشباب يقول الاخبار نتاع الاحتلال ما فماش منه، فبطريقتي الخاصه بطبيعه الحال الاخبار هذه نتاع المعبيه خذيتها معناتها بمصادر اخرى ما قالليش رئيس النادي، متاكدت اللي يسمى دعم مادي من فريق الترجي، خلينا نقول فريق الترجي للشبيبه، ومعاهم قد يكون زوز من اللاعبيه في نطاق الاعاره الى نهايه الموسم. واضح.
يعطيك الصحة. نزيد نعطيك معلومة أخرى. أي خويا هات خويا بالتأكيد. ثم مهاجم غاني آخر يوصل اليوم إن شاء الله يمكن الخمسة تاع الصباح. المهاجم هذا يقولوا أنه مهاجم ممتاز جدا قادم للشبيبة وقد يمضي معناتها في الساعات القادمة وربما يغلق به فترة الميركاتو القادم. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك عمرو الجبيلي على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. اكيد كنت وضحت حقيقة الاحتراز على نسيم بن خليفة لاعب ترجي، قلت ما فماش منه الاحتراز هذا. اكدت لنا انه جي اس كا اتفقت مع حمد المد رئيس ترجي على الحصول على مبلغ مالي في شكل استشهار لشركته الخاصة بالطبيعة. ايضا زوج ملاعبية من ترجي باش يكونوا موجودين في جي اس كا، ملاعبية شبان باش يكونوا في شكل اعارة من بينهم بدر الملهي، وامكانية يكون ايضا زياد بريمو. كملت مع مهاجم قلت غاني باش يوصل اليوم ان شاء الله للجي اس كا. برشا اخبار مدنا بهم زميلي عبد المجيد جبيلي. احنا هكا نكملوا فير بلاي اليوم، شكرا لكم اللي تابعتونا من مساعتين حتى المطلفه وتقريبا 22 دقيقه. شكرا من السيسي في الاخراج، ايضا الناصر الساكري في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام.